عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم أينما كنتم من تلفزيون جيبوتي، وحيكم أقرأ لحضراتكم هذه النشرة إليكم مهم عناوينها. تنظيم مناسبة توعوية حول توسيع التمويل الأصغر الإسلامي لبلدية بلعوص. مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي يفيد أن العالم شهد أكثر يونيو حارا على الإطلاق. من مقدمة النشر إلى تفاصيلها، أهلا بكم. بدأ رئيس الجمعية الوطنية سيد دليتا محمد دليتا بزيارة عمل رسمية للمملكة المغربية في الفترة من 2 إلى 8 من يوليو 2023 الجاري، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين برلمان جيبوتي وبرلمان المغرب. وركز الاجتماع الذي عقده رئيس البرلمان الجيبوتي على سبيل تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسسات التشريعية في البلدين وتبادل الخبرات البرلمانية إلى جانب القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. هذا ورحب السيد دليتا محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتي بالعلاقات الأخوية العميقة بين البلدين الشقيقين، كما أكد أن الهدف من هذه الزيارة هو التعرف على التجارب البرلمانية المغربية والجيبوتية والاستفادة منها. ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة ألوفة إسماعيل عبدو أمس الخميس مناسبة مكرسة للتوعية حول توسيع التمويل الأصغر الإسلامي لبلدية بلعوص، وذلك في مقر الاتحاد الوطني لنساء الجيبوتي. وجرت هذه المناسبة بحضور وزيرة المدن والإسكان ووزيرة المرأة والأسرة ووزيرة الشباب والثقافة والوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار والأمين الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص والأمين العام للاتحاد الوطني لنساء الجيبوتي ومسؤولين آخرين. وأنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن من خلال الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية في عام 2012 وحدة للتمويل الأصغر الإسلامي بهدف مكافحة الفقر وتعزيز التمكين المالي للفئات السكنية الأكثر ضعفا ودعم الأسر البسيطة. وتعكس هذه المبادرة رغبة الحكومة في تعزيز المرونة الاقتصادية وتطوير التنمية الاجتماعية والسكن في البلاد وبناء مستقبل مزدهر في الأيام القليلة القادمة. عمر قال لي نشكركم على حضوركم في هذا الاجتماع والتقدم بشكرنا لفخامة الرئيس إسماعيل عمر قال لي والسيدة الجيبوتي الأولى خضرة محمود حيد. على دعمكم لنا في هذا المشروع والتنمية المشاريع لنا وإتاحكم لنا في إيجاد فرص للعمل والتجارة. الحمد لله وبنعم الله وبفضلكم أخذنا الفلوس واشتغلنا والحمد لله في المرة الثانية وأنا أخذ الحمد لله. ونطلب منهم اي احد يعني يشتري عمل او يشتغل او هذا فليذهب الى هذه الجمعيه ولياخذ الفرص له. وفي كلمة لمديرة التمويل الأصغر السيدة خضراء عمر كامل عبرت عن سعادتها المشاركة في هذا اللقاء، وقالت أن هذه المناسبة تأتي في إطار مساعي الوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن الرامية إلى مكافحة الفقر وتنفيذ وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن أنشطة متنوعة عبر الوكالة الوطنية للتنمية المجتمعية وبرامج تمويل للأنشطة المدرة للدخل لصالح النساء والشباب. وقالت في هذا الصدد
وتم تنفيذ العديد من البرامج المختلفة من قبل الوزارة وعبر الوكالة الوطنية للتنمية المجتمعية بهدف مكافحة الفقر. وفيما يتعلق بتمويل الأصغر الإسلامي، هدفنا اليوم هو تنفيذ أنشطة عدة، وحيث بدأنا هذه الأنشطة منذ عام 2012 وقمنا في تنظيمها وتنفيذها في خمسة أحياء في بلدية بلبلة، لتتواصل بعد ذلك في العاصمة. وسنقوم بتنفيذ برامج مماثلة في الأقاليم الداخلية، وذلك بهدف مكافحة الفقر والتخلص من الحياة الصعبة ومساعدة النساء والشباب. بدورها قالت النائبة المشاركة في هذا اللقاء الذي جمع العديد من النسوة، قالت: كوننا نواب ندعم هذه المبادرة التي تندرج في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفقر وتعزيز زيادة الأعمال، وذلك لدى الأطفال، لدى النساء والشباب. قالت أن هذه المبادرة تأتي ضمن الرؤية العريضة لفخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي، وأنا أنتهز هذه الفرصة وأطلب من جميع الجيبوتيين والجيبوتيات الاستفادة من هذه الفرصة الجيدة المتوفرة لنا من أجل الخروج من مستوى الفقر. وأشكر الاتحاد الوطني الجيبوتي الذي يعمل بدون كلل تحت قيادة رئيسة الاتحاد الوطني الجيبوتي السيدة خضراء محمود حيد، سيدة الجيبوتية الأولى التي هي الأخرى بدورها تدعم الاتحاد والنساء، وتعمل إلى جانب الحكومة من أجل مرافقة النساء والفتيات الجيبوتيات من أجل تمكينهن الاجتماعي والاقتصادي. الأمينة العامة للاتحاد الوطني الجيبوتي السيدة فاطمة بدورها أشادت بأهمية هذا البرنامج الذي سيكون له دور كبير في تعزيز ومكافحة خاصة الفقر في البلاد. إن هذا البرنامج يعتبر القروض التي توافق الشريعة الإسلامية، ونحن ممتنون لهذا البرنامج الذي كان ننتظره في زمن طويل، وخاصة كان الشعب الجيبوتي والنساء والفتيات بشكل خاص ينتظرونه لاستفادته. وحينما كانوا يزوروننا كانوا يسألون دائما هذه القروض الميسرة التي توافق شرع الله. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا لا تعد ولا تحصى لتحقيق هذا البرنامج، ثم نقدم الشكر والتقدير كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية سيد إسماعيل عمر جيلي والوزراء المعنية في هذا المجال. وأن الإنجاز يعتبر إنجازا يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية ومكافحة الفقر وخاصة ذوي الدخل المحدود. أن الاتحاد النساء الجيبوتي برئاسة رئيسة الاتحاد سيدة الأولى سيدة خضرة محمود حيد ممتنة جدا، وبكوني ناطق بهذا الاسم نحن نعبر امتناننا لهذا المشروع. ستستفيد هذا البرنامج وهذا المشروع النساء والفتيات وشعب الجيبوتي بشكل كبير، وذلك لتحسين ظروف معيشتهم. بدورها عبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة ألوف إسماعيل عبدو عن سعادتها للمشاركة في هذه المناسبة. يسرني أن أشارك معكم اليوم هذا الاحتفال الذي أقيم حول القروض الميسرة، وذلك بعد عام من الاحتفال المكرس حول القروض الميسرة الإسلامية والتي كانت تحت إدارة الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية، والتي عملت كثيرا في كافحة الفقر سواء في العاصمة أو في المحافظة الداخلية، وكانت نشاطها مكرس حول تمكين وأيضا تخليص الفقر. هذا وكلف فخامة رئيس الجمهورية سيد إسماعيل عمر جيلي وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن في شأن مكافحة الفقر وخاصة في تخليص الفقر، وذلك من خلال مكافحة البطالة وريادة العمل
الأعمال هذا، ولا بد من تقديم القروض للعائلات البسيطة ومساندتهم في خلق مشاريع من خلال تقديم القروض الميسرة خاصة للنسوة اللواتي ينشطن في هذا الأعمال وأيضا الشباب. وقد اتفقنا من الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية بتنويع الحصول على قروض الميسرة وأيضا بتقديم القروض ميسرة إسلامية، وذلك في جميع البلديات وأيضا في جميع المحافظات الداخلية في وقت قصير. كما يجب الإنشاء القروض مكاتب للقروض الميسرة في جميع المحافظات الداخلية، وذلك لاستفادة جميع الشباب والنسوة من هذه الفرص التي يقدمها لهم فخامة رئيس الجمهورية سيد إسماعيل عمر جيلة للخروج من الفقر، والذي ركز على هذه النقطة تماما. هذا وستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن بتمويل جميع القروض الميسرة سوى القروض العادية والقروض الميسرة الإسلامية، ونحن ليس من أجل استفادة من الفوائد. هذا وأقدم بالشكر إلى السيدة مريم حمد وزيرة الاقتصاد الرقمي والابتكار عبر المركز القيادة وريادة الأعمال الذي أقام بتمويل هذا القروض للأديدس. أقامت السفارة الجيبوتية في أنقرة حفل استقبال وذلك احتفالا بالعيد الاستقلال الوطني 46. هذا وشارك في هذه المناسبة كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين في تركيا وبالسفارة الجيبوتية في أنقرة بالإضافة إلى الجالية الجيبوتية، وبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني لبلادنا كما تخللت المناسبة بفقرات ثقافية وموسيقية. وفي كلمته بهذه المناسبة عرب السفير الجيبوتي في تركيا السيد آدم حسين عبد الله عن شكره للحضور على مشاركتهم في هذه المناسبة التي أقامتها السفارة لإحياء الذكرى السنوية 46 لاستقلال بلادنا،
وأشار إلى أن يوم 27 من شهر يونيو من كل عام يمثل هذا لحظة فرحة وفخر ووحدة وطنية لجميع أبناء جيبوتي، كما يمثل هذا اليوم لحظة استذكار لشهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل نيل سيادتنا الوطنية. كما سلط السفير الجيبوتي الضوء على العلاقات الثنائية العميقة القائمة بين جيبوتي وتركيا ومستوى التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والصحة والتعليم والزراعة. كما أقام سفير جمهورية سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي قام مساء يوم الأربعاء في فندق كامبيسكي بالاس حفل استقبال بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 من يوليو عام 1952، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف ووزير الصحة الدكتور أحمد روبلي عبد الله وأمينة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص السيدة صفية علي قاديلة والعديد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. كلمة تعكس ما في وجداني من فخر وامتنان لما تحقق على مدار العامين الماضيين. وفي هذا الإطار سأحرص على ألا أطيل عليكم بالحديث، وإنما سأكتفي بالتطرق لعدد قليل من العناوين التي تعد أهم دلائل ما وصلت إليه العلاقات الأخوية بين مصر وجيبوتي. أولاً وقبل أن أبدأ، أود أن أنتهز هذه المناسبة للإعراب عن التهاني القلبية لجيبوتي باحتفالها الناجح بعيد الاستقلال 46 يوم 27 يونيو الماضي، وكذلك تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة مرور عيد الأضحى المبارك وفتح أبواب بيت الله الحرام للحج عقب مرور جائحة كورونا التي حالت دون تمكن العديد من المسلمين من أداء مناسك الحج خلال العامين الماضيين. وفي عجالة أود التطرق لعدد من النقاط. أولها فخري واعتزازي الشديدين بلافتة فخامة الرئيس وما قامت به الحكومة الجيبوتية ودعم معالي الوزير لتدشين ميدان القاهرة يوم 8 يونيو بحضور معالي وزير الداخلية. وهذه اللافتة وهذا الموقع المميز لا يمكن أن يمر دون تقدير كبير جدا من القاهرة، وأود أن أؤكد على هذه النقطة. وفي كلمة له بدوره خلال هذه المناسبة، قدم وزير الخارجية السيد محمود علي يوسف التهاني والتبريكات للسفير المصري متمنيا المزيد من الازدهار والرخاء لجمهورية مصر العربية الشقيقة. هذه مناسبة طيبة أن نلتقي هذا المساء للاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية الذكرى 71. أود أن أنتهز هذه السانحة ليعبر لكم سعادة السفير ومن خلالكم للحكومة والشعب المصري الشقيق أن تهاني وتبريكات حكومة وشعب جيبوتي، متمنياً لبلدكم العزيز مزيداً من التقدم والازدهار. لا شك أن كل دولنا تضررت في الآونة الأخيرة بجائحة كورونا وتبعاتها وبحرب أوكرانيا وتداعياتها، والآن نتابع عن كف ما يجري في السودان الشقيق، آملين أن يتغلب الأشقاء في السودان على هذه المصاعب في القريب العاجل. إن جيبوتي بصفتها رئيسة الدورة الحالية للإيجاد سوف تقوم بكل المساعي الممكنة لتحقيق هدف وقف إطلاق النار وإعادة المسار السياسي إلى مجراها الطبيعي. أصحاب المعالي والسعادة، إننا نتطلع في جيبوتي إلى تكثيف الجهود الرامية إلى فتح آفاق جديدة أمام العلاقات المصرية الجيبوتية.
بتوجيهات من قبل الرئيسين، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس إسماعيل عمر قلي، نعمل على تفعيل خارطة الطريق المبنية على تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة التي تعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين. نعم، حصل بعض التأخير في الشروع بتلك المشروعات، ولكن الأمر يعود إلى ظروف دولية حالت دون الإسراع في التنفيذ. أصحاب المعالي والسعادة، أنا أحب دائماً أن أذكر أن جيبوتي تقع على البوابة الجنوبية ومصر على البوابة الشمالية للبحر الأحمر، ومن هذا المنطلق علينا مسؤوليات جسيمة وخاصة لحماية هذا الممر الهام للملاحة الدولية. أشكركم سعادة السفير على هذه الدعوة الكريمة، ونجدد لكم تهانينا القلبية، وكل عيد وطني ومصر بألف خير. اختتمت أشغال الندوة الهامة حول السبل وطرق حل النزاعات التي انطلقت فعاليتها يوم الاثنين الماضي في معهد الدراسات الدبلوماسية. الفعاليات جرت تحت رعاية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي سيد محمود علي يوسف وبحضور العديد من الكوادر الدبلوماسية. وشكلت هذه الندوة التي دامت أشغالها لخمسة أيام فرصة للمشاركين لمناقشة الاستراتيجيات والمقاربات الناجعة لحل الأزمات والنزاعات الدولية بطريقة سلمية، كما ركزت النقاشات الواسعة النطاق المتعلقة بحل النزاعات حول تقنيات الوساطة واستراتيجيات التفاوض. وتضمنت أيضا فعاليات الجلسات التي قادها خبراء دوليون في مجال الدبلوماسية ومحليون، وأيضا في مجال حل النزاعات ومثلوا عن مختلف الهيئات الدولية عدة مواضيع. ومن خلال تنظيم هذا الحدث الذي يكتسي أهمية خاصة، يواصل معهد الدراسات الدبلوماسية مهمته في التدريب والبحث في المجال الدبلوماسي والمساهمة في بناء عالم أكثر سلام وقوية. إذن في مداخلة لأحد المشاركين أكد عن أهمية هذا اللقاء، وقال تم خلال الندوة تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإقليمية، ونظهر بذلك الدور الرئيسي في تعزيز السلام والأمن في أفريقيا وفي العالم. وتم خلال الاجتماعات المختلفة التي عقدناها خلال الندوة مناقشة الوساطة وأهمية التطرق أيضا حول موضوع حل النزاعات، وأيضا تم تسليط الضوء على الإجراءات المتعلقة بحل النزاعات، وتم أيضا مناقشة أو بحث حول مسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج وإصلاح قطاع الأمن، وذلك تقديرا لأهميتها في بناء مجتمعات مستدامة وسليمة وقوية. وإن هذه الندوة شكلت أيضا فرصة هامة لتعزيز خبرات المشاركين ومعرفتهم وتبادل الأفكار والمهارات المتعلقة بحل النزاعات. أشكر جميع الذين لم يدخروا جهدا في سبيل المشاركة ومشاركة معرفتهم وخبراتهم ومهاراتهم مع المشاركين، كما أشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل والتزامه خلال هذه الندوة. برعاية من وزارة الشباب والثقافة وبالتعاون مع الاتحاد الوطني السائر الجيبوتي، أطلق أمس الخميس في مركز الرياضة والترفيه والتدريب للنساء الواقع في الحي السادس، أطلق برنامج الصحة البدنية لصالح عشرات من الشابات من بلدية بلعوص وبلدية أيضا بلبلة. وجرت مناسبة إطلاق البرنامج بحضور مسؤولين من وزارة الشباب والثقافة والاتحاد الوطني السائر الجيبوتي ومن المركز المذكور سلهن. ويأتي هذا البرنامج الذي سيستمر لمدة شهرين في إطار الأنشطة الصيفية لوزارة الشباب والثقافة، حيث سيلبي أهداف التنمية البدنية للفتيات الشابات، وذلك عبر تعزيز الممارسات للأنشطة الرياضية المتنوعة المختلفة للحفاظ على الصحة البدنية
والجيدة، وستتابع هؤلاء الفتيات البرامج في الصالة الرياضية والمسبح والملاعب الرياضية لهذا المركز. إلى علي صبي، حيث استقبل الرياضي الجيبوتي محي الدين عبدي وعيسى الذي فاز مؤخرا بميداليات مختلفة في مختلف مسابقات ألعاب القوة يوم الأربعاء الماضي في ملعب التدريب رفيع المستوى بمنطقة علي صبي. الرياضي الجيبوتي ومتخصص في سباقات المسافات الطويلة وعلى وجه الخصوص مسافات 5000 متر و10000 متر. يذكر أن الرياضيين الجيبوتيين تألقوا في البطولة العربية لألعاب القوى التي أقيمت في الفترة من 20 إلى 24 يونيو في مدينة مراكش بالمغرب، وفاز الرياضي محي الدين خلال هذه البطولة بالميدالية الفضية في سباق 10000 متر، وفاز في 27 مايو بميدالية ذهبية في سباق 5000 متر في لقاء داكار الكبير في السنغال، وفي 11 يونيو فاز بميدالية ذهبية أخرى في لقاء ألعاب القوى بفرنسا. ولدى وصوله استقبل من قبل سلطات المنطقة ومن قبل وزير الداخلية الذي يتواجد في علي صبيح في إطار زيارة عمله. هذا وأعرب الرياضي الجيبوتي محي الدين عبدي وعيسى عن سعادته لما حققه من الإنجازات الرياضية في ألعاب القوة، موضح أنه تلقى التدريب في علي صبيح وشكر أمانة الدولة على دعمها، وأيضا شكر رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي الذي يولي اهتماما فيما يتعلق بالرياضة. إلى الساحة الدولية، أفاد مرصد كوبرنيكوس التابع كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرا على الإطلاق مع ارتفاع حرارة المحيطات جراء تغير المناخ. المزيد نتابع في هذا التقرير. أفاد مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن العالم شهد أكثر أشهر حرارة وخاصة شهر يونيو حرا على الإطلاق على مع الارتفاع الحرارة المحيطات جراء التغير المناخي. وأوضح المرصد في بيان أن الشهر الماضي كان أكثر أشهر يونيو حرارة مع ارتفاع 0.5 درجة مئوية فوق المعدل منذ عام 1991 إلى عام 1920، متجاوزا بكثير المستوى القياسي السابق العائد ليونيو عام 1919. وبحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية، تعود البيانات هذا المرصد من أكثر استخداما وموثقا في العالم إلى جانب الوكالة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي ناو. وأوضح المرصد أن درجة الحرارة بلغت مستويات قياسية في شمال غرب أوروبا، في حين أن بعض المناطق كندا والولايات المتحدة ميدسيد آسيا وشرق أستراليا كانت أكثر حرا من المعدل الطبيعي، مشددا على حجم الفارق عن المعدل الطبيعي لهذا الغرض. وفي مقابل كان الطقس أكثر برودة في ما تعودت به غرب أستراليا وغرب الولايات المتحدة الأمريكية وغرب روسيا. أعزائي المشاهدين، بهذا قد وصلنا إلى نهاية النشرة. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، أترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.